فعلى المسلم أن يخاف من الله عز وجل ولا يعجب بعمله، وإنما يعمل ويخاف. يؤتون ما آتوا، يعني من الأعمال الصالحة، وقلوبهم وجلة يخافون أن ترد عليهم أعمالهم، أنهم إلى ربهم راجعون. فعلى المسلم أن يحرص على النجاة وأن يأخذ الطرق الموصلة إلى النجاة. قال الشاعر: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. الرجاء ما يكفي، لابد من العمل، تعمل وترجو من الله. ولا تزكي نفسك، قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فلا تمدح نفسك تقول أنا أحسن من غيري وأنا وأنا، لا تزكي نفسك بالمدح، يعني بالمدح. أما تزكية النفس بالطاعة هذا مطلوب، قد أفلح من زكاها، زكى نفسه يعني بالطاعة، وقد خاب من دساها يعني دنسها بالمعاصي والسيئات. وما المرء إلا حيث يجعل نفسه، يقول الشاعر: وما المرء إلا حيث يجعل نفسه، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. احذر ضيع نفسك، تابع الناس على ما هم عليه، تعطي نفسك شهواتها وتظن أنك تكرمها، تعطيها شهواتها وتعرض عن طاعة الله وتظن أنك أكرمتها، أعطيتها شهواتها. ما هذه إهانة للنفس. الذي يكرم نفسه هو الذي يلزمها بطاعة الله عز وجل ويأخذ بها إلى طريق النجاة ويكون مع الصالحين، يكون مع الصالحين، يجالس الصالحين، يأنس بهم، تعلم من العلماء الراسخين. هذا الذي يريد النجاة لنفسه. أما من لا يبالي في هذه الأمور فهو يهلك نفسه. الذي يعطي نفسه شهواتها يظن أنه أكرمها، وهو في الحقيقة أهانها، لأن الشهوات تقوده إلى الضلال. إنما السعيد الذي يأخذ بنفسه إلى طريق النجاة، فلا يجالس إلا أهل العلم العاملين بعلمهم، ولا يجالس إلا الصالحين.